قد لا يحتاج الإنسان لشيطانه ليضل لأنه ضال في نفسه، فلا يؤثر فيه تكبير شيطانه في رمضان. قال قرينه ربنا ما أطفيته ولكن كان في ضلال بعيد. فمن زاد شره في رمضان هذا شد عليه، يدل على أن شيطانه المكبل أقل منه شر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان تساهلك في المحرمات في رمضان أكثر من غيره فلا بد لا بد أن تتدارك نفسك ولا تدر براسك وتقول سهلت. إلى كل أخ وأخت لا زالوا على تقصيرهم، بالله عليكم إذا ما تبت في رمضان متى تتوب؟ إذا ما صليت في رمضان متى تصلي؟ إذا ما صلحت علاقتك في هذا الشهر متى ستصلح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ شهر خير وبركة ومنحة ربانية من الله، كيف تفرط فيه؟ يا حبيبي يا غالي يا كل من يسمعني، تخيل أنك تلك النفس التي صلي عليها قبل رمضان، بالله ما هو شعورك وما هو عظيم حرمانك وخسرانك. أنك لم تدرك رمضان، ترى أفضل نعمة علي وعليك من تشاهدني الآن أنك أدركت رمضان، هذه نعمة ومنحة من رب كريم وتفضل. ولو خيرت تلك النفس التي صلي عليها قبل رمضان قالت يا رب أريد أدرك ليلة فقط، ليلة من رمضان أعتق رغبتي فيها من النار، كيف لا ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، كيف لا ولله عتقاء من النار كل ليلة، كيف لا وفيها ليلة القدر، كيف لا وقد أغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة ونادى منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تكفون يا جماعة تكفون، أصلحوا ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، رمضان فرصة يا جماعة، لا يمر عليك كذا سبهلة، لا يمر عليك مرور الكرام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وختاما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم توبة النصوح وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل في هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين.